بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس كتابة السيرة الذاتية. الأهداف: التعرف على عناصر السيرة الذاتية، إتقان كتابة السيرة الذاتية باللغة العربية، التعرف على بعض المصطلحات الإنجليزية التي تساعد في كتابة السيرة الذاتية الإلكترونية. المفاهيم المتضمنة في الدرس: الاتصال والتوظيف. السيرة الذاتية: إن الحصول على وظيفة أصبح من الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام الفتيان والفتيات من الخريجين. حتى الطالب بدأ يفكر في هذا الموضوع أثناء فترة الدراسة، وذلك لأن الفرص العمل المتاحة لا تكفي لاستيعاب الخريجين وكافة التخصصات، مما خلق نوعاً من المنافسة بين الخريجين للفوز بالوظيفة. وتعد السيرة الذاتية بمثابة بطاقة تعريف يظهر فيها المتقدم قدراته وخبراته وبياناته، ويقوم بإرسالها للمؤسسة المطلوبة التي من خلالها يتم التصفية المبدئية للمتقدمين. عناصر كتابة السيرة الذاتية: تتكون السيرة الذاتية من العديد من العناصر التي تبرز من خلالها شخصيتك ومؤهلاتك وخبراتك في مجال الوظيفة المتاحة، ولا يوجد نمط أو نموذج موحد لكتابة السيرة الذاتية. تنقسم السيرة الذاتية إلى نوعان: السيرة الذاتية الورقية والسيرة الذاتية الإلكترونية. السيرة الذاتية الورقية، ويتم كتابتها بخط اليد أو نسخها وطباعتها من خلال الحاسب الآلي، وترسل إلى الجهة المطلوبة في صور أوراق. السيرة الذاتية الإلكترونية، هناك بعض المؤسسات الحكومية وكذا القطاع الخاص بدأت في توظيف التقنية للاستفادة منها في تسهيل أعمالها، ومن ضمن هذه الأعمال أن تطلب من كل شخص يرغب في التقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها بالدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وتعبئة نموذج السيرة الذاتية المعد من قبلها، ومن ثم ضمان وصولها في ثواني معدودة وفي إطار من السرية المطلوبة أحيانا. نصيحة: إن السيرة الذاتية هي الخطوة الأولى في رحلة البحث عن وظيفة. انتهى الدرس. تنفيذ أمواج العتيبي، إشراف أستاذة عادل العتيبي.